يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكون قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، لماذا لا يعد من الشرك الأكبر؟ لأني قد وجدت العلماء يستدلون بها على الشرك في الألفاظ، أي الشرك الأصغر. أي نعم، وهو كذلك من الشرك الأصغر، لأنه ما نوى، لأن المتلفظ ما نوى أن الرسول شريك لله، وإنما تلفظ بهذا فهو شرك أصغر بالألفاظ. الشرك الأصغر يكون بالألفاظ، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، ويكون بالنيات مثل الرياء، هذا شرك أصغر. نعم.